رفضا لتعميق الخلافات بين ألوية الجيش الوطني الذي نشب مؤخرا، خرج هؤلاء مؤكدين أنهم لن يسمحوا بجر مديريات الحجرية إلى الاقتتال بين رفاق السلاح، والذي ظهر للعلن بشكل واضح الفترة الماضية من خلال التحشيد والتحشيد المضاد. اليوم لابد أن تنبذ أي ارتباط سلالي ومناطقي يغرس في جسد مجتمعات أبناء تعز، وهذا خير تعبير سلمي للسعي إلى نبذ الانشقاقات المجتمعية والتجييش ضد القوى الشرعية وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية بين أبناء المجتمع الواحد. تظاهرات كهذه شهدتها الحجرية في الفترة الماضية أكدت هي الأخرى دعمها للجيش الوطني ومطالبتها باستكمال تحرير المحافظة من الميليشيا التي ما تزال تحاصرها من عدة محاور وتقصف وتقتل في تعز منذ 4 سنوات. نقول بمنتهى الصدق والوضوح الرسالة للجميع، بدءا برئيس الجمهورية الذي ينبغي بحسب رأينا كشعب كمجتمع مدني أن يكون صاحب قرار لا يسمح على الإطلاق أن نتجاوز حدود ما نريد. نحن لدينا أهداف واضحة، نشتي جيشا وطنيا قائما على معايير ينبغي أن يكون لها لله ولله والوطن. نريد نحن دولة مدنية، نريد استقرارا في مجتمعاتنا، ونريد تحريرا كاملا لمحافظة تعز التي عانت الكثير. حقيقة شيئا واحد ورسالة بالغة الأهمية هي الأحزاب السياسية عليها أن تلتف حول طاولة الحوار اليوم في الحجرية، رسالتها قوية. محاولة مواجهة مخاوف أبناء الحجرية من الخلاف بين الإخوة يؤكده الحضور الجماهيري الكبير، مستشعرين خطر الصراعات الداخلية ومعولين على صوت العقل الذي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه. يحتضن ريف تعز عشرات الآلاف من النازحين، ويتواجد فيه قدر كبير من الأمن الذي ينعدم في مناطق أخرى، وهذا ما أكدت عليه شعارات التظاهرات اليوم التي شاركت فيها عدة مديريات من هذا الريف الجنوبي. يؤكد هؤلاء الدعم الكامل لقوات الجيش الوطني في معركته المقدسة ضد ميليشيات الانقلاب، رافضين أي محاولة لإيجاد صراع بين ألوية الجيش ووحداته العسكرية وجر منطقة الحجرية إلى اقتتال دام بين رفاق السلاح. فواز الحمادي، قناة بلقيس، الحجرية تعز.